السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، واموركم ديما تكون مزيانه. اليوم مع فيديو جديد، غادي تشوفوا معي بان الزنقه باقا شويه مضبه هنايا، راه 10 العروب ديال الصباح. فقت بكري، فطرت بنتي، فطرت انا، وجاتني الدار بحال مزموطه واحد شويه، وانا كنت محتاجه نخرج يضربني شويه الغربي. خرجت هنايا قدام جريده ديال الدار كيف كتشوفوا معايا، خرجت نور حتى هي راهي كتلعب، بقى الزنقه خاويه كاين حنا والفراخ. المهم كنتمنى الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش لايك وبارطاج، ولا كنت جديده سميتي سناء مرحبا بك معايا في القناه. وهنايا من بعد دخلت للدار كنوجد نور الغديوه ديالها، هنايا درت ليها بطاطا وجلبانه ولكن ما بغاتش تغدى ليا. غادي ندوز ندير الزعلوك ديال الكرعه الخضراء. هنا درت واحد شويه زيت الزيتون، غندير مع واحد الحبه ديال الطماطم اللي قطعتها بحال هكا وخليت فيها القشور ديالها، ما حيدتش لها القشور ديالها، غادي نخليها شويه تقلى في داك الزيت. غندير مع واحد المعلقه عامره صغيره ديال الكمون، وغادي ندير حتى الفلفل الحار. اللي ما عندهاش فلفل حار هكا غبره دير الهريسه، واللي ما كتبغيش ثاني الحار تفاداه ما ديروش، دير الفلفل الاحمر الحلو يعني التحميره. غادي ندير واحد المعلقه وشويه، وغادي نديها ونجيبها، وغادي ندير حتى الملح، وما غاديش ندير البزار حيت رانا درت الفلفل الحار، ما كاينلاش نزيد البزار يولي كي يشعشع بالحروره. المهم غادي نحركها ونخليها تطيح واحد شويه، ومن بعد غادي نرمي عليها القرعه. هنا خديت جوج حبات ديال القرع الاخضر، القرع الخضراء، حكيتهم بحال ما هكا كيف كتشوفوا معايا، خضراء حكيتها خضراء حيت لها القشور ديالها وحكيتها. وغادي نضيف على مطيشه، وغنضيف على واحد 3 دروس ديال الثومه، وغنخلط كل شيء، وغادي نسد عليها، وغندير حتى شويه الربيع. انا ما عنديش ربيع صراحه، ما تقديتوش، درت على داك المجفف، اللي عنده ربيع طري تديرو صافي. وغادي نسد عليها وغنخليها حتى تنزل على خاطر هذاك الزعلوك كيطيب على خاطر. هنايا من بعد ما طلعت نور تنعس صافي، مشيت كنجمع ديك التقربيله اللي دارت لي. راك عارفه الوليدات ملي كيكونوا يلعبوا راه الصالون كله كيكون عامر باللعب. دابا غادي ندوز باش غادي نجمع الدنيا. هنايا الزعلوك هو وجد ليا، غنخليه محلول عليه باش يوكح من هذاك الزيت اللي فيه. وهنايا جبت الميرلا كيف كتشوفوا، غسلتها وصفيتها. غادي نوريكم واحد لاصوص اللي غادي نرقد فيه هاد الميرلا ديالي. كديروا الحامض يعني كتعصروا حساب حامضه كامله، وغادي ندير معاه نص معلقه ديال الفلفل الاسود، وغادي ندير معلقه ديال الثومه بودره، وغادي ندير الملح، ونخلط كل شيء ومدرقد فيهم ديك الميرلا ديالي.
غادي ندوز نوريكم دابا الخلطه اللي غادي ندير فيها الحوت. عاد نبدا نقلي. عندي هنا كيس ونص ديال الدقيق الابيض، غندير معاه شويه ديال الملحه، منديرش بزاف حيت راه درتها في داك لاصوص اللي رقدت فيه. غادي ندير واحد شويه ديال خميره الحلوى، يعني واحد ما كاملاش معلقه صغيره ديال خميره الحلوى. كتشوفوا معايا معلقه ما غنبقاش. غادي نخلط هذا الشيء وغادي نضيف بيضه، وغادي نبقى نضيف في الماء ونخلط حتى يولي عندي الخليط بحال شكل الخليط ديال البغرير. من بعد غادي نرقد فيه الميرله ديالي. كي شفتوا الميرله ديالي ما كنحيدش ليها الجلده، كنخليها هكا كنقليها هكا. كاين اللي كيفرق على جوج ويحيد لها السلسول، كل واحد كيفاش كيدير ليها. المهم انا كنخليها بحال ما هكا. المهم كيف قلت لكم نبقى نضيف في الماء ونخلط حتى يولي عندي على شكل خليط البغرير، وغادي نرقد فيه الحوت ديالي ونحطه في الزيت. دابا الزيت راه شاعل عليه تسخن، نحط في الخليط ونحط في الزيت يتقلى في المقلى. هنايا كنكون كملت الحوت في القلي. ندوز نوجد سلطه اللي غندير فيها الخيار مطيشه ويطلوف وفلفله خضراء وصافي. هادشي اللي غادي ندير في السلطه. هنايا البنات خرجت نور واحد شويه ثاني باش تلعب، قلقات في الدار وخا الجرده كاينه في الدار هي كتقلق. المهم غادي نخرج واحد شويه وجدت عشاتي وجدت كلشي صافي. غير يدخل هشام ونسخن الحوت في الفران وندوز ناكلو. دابا خرجت هي تلعب شويه هنا حدا الدار، خليها تجري جري جري يا جري وصافي. انا كنت كنعطيها التلفازه فوق الشقه ديالي باش تخليني نشقى، ولكن دابا حاليا وليت كنحط ليها هي عزيز عليا المعينات، نحط لها الشبيكات والعواشق ديال الميكا تلعب بهم زعما راه هي كتشقى. وكنبقى نهضر انا وياها حاطه حدايا في الكوزينه ومي كنسالي كبيله. المهم من بعد غندير لكم الروتين ديالها، مي غادي نتبع لها واحد الروتين غادي نشاركه مع البنات اللي كيطلبوني سناء ديري لنا الروتين ديال النور، غادي نشاركو معكم ان شاء الله. كونوا هانين. هاد بارك هذا انا زوين، ولكن بنتي ما عندهاش مع الرمله، ما عندهاش مع الرمله بتاتا.
حاطاها لا في الدار ما كتلعبش بها يا بنتي، على هاد الحجيرات الصغيورين هي اللي تلعب بهم، الرمله ما كتحملهاش. شحال مشيش من بيرك جلس تما. المهم انا غادي نطلقها تجري هنايا وغادي نبرك فهاد الكريسي. بما جا هشام دابا راه 4:30 مي كتوجدوا العشاء بكري عرفتي كنتهنى. صافي نور 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 تخرجي ها قولي تخرجي تلعبي، يلا اجي نخرجك تلعبي يلا. وهنا جا هشام، حطيت نتعشى وقطعت من اللون درتو في هذاك الطبيسيل، ودابا ندوزو نتعشاو بالصحه والراحه وحقكم في الجنه الغزالات. ومن بعد العشاء بطبيعه الحال ندوزو نحيدو هاد المعينات وندوزو ديك الساعه نجلسو انا بعدا ندوز المعينات وغادي ندير واحد الجفيفه للدار وعاد غادي نمشي نجلس حيت ما جففش الصباح. بنات دابا غادي ندوز باش غادي نجفف الدار، تعشينا سالينا غسلت المعينات خاصني نردهم، ودابا غادي ندوز باش غادي نجفف. ما جففش الصباح الصراحه، بقيت غير مع نور مونس انا وياها خرجنا، بقيت شحال في الزنقه الصراحه قلقت، وبقيت باركه برا في الجريده هنا. من بعد جيت جلست في الجرده هنايا نعسات نور، طلعت انايا كان رديت الحوايجات صبنو وقضيت شي حاجات. المهم دابا غادي ندوز باش غادي نجفف. وهنايا الغزالات كنقول لكم تهلاو في ريوسكم، تهلاو في وليداتكم وفي رجالاتكم وفي والديكم لا واه وتهلاو في ريوسكم. وكنقول لكم الا عجبكم فيديو ما تنساوش لايك وما تنساوش بارطاج ويلا نوصلوا دغيا 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 لعالم سناء 100,000 ابوني. وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.